شوف لي حل. شوف لي حل. ايه كلهم يقعدوا يجري ويدوروا في التيران حتى نجي. ما هو خسروا قالوا خالتهم اللياقه البدنيه، يتركوا بها على اللياقه البدنيه. سامحني اختي، هي دار جنات العرفوي. تفضل اقعد ارتاح حتى تجي الطفله نتاعها، الدكتور قسم معها صاله. ابو وي اش بيه جلال؟ شنو؟ عم روحوا عنده كرون باش ما يجريش؟ باهي 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 تو جيت فاهم باهي. اسمع انت ارجع اجري معه. يا ولدي راهو قريب باش يفيقوا بيك اللي انت قاعد تصب لي. باهي داكوردو تو تلعب الجمعه الجاي. يا تو تلعب الجمعه الجاي. سامحني اختي الله غلبك تشوف الخدمه خلط عليا حتى لهنا. مش مشكل خذ راحتك. الو وي ها لا يستحيل ابدا انا حال باش ما عادش نعطي حتى تصريح الجريده نتاعكم. علاش نسيت بابا جمعتين التالي اكتيت العزيزه ونعلمك يا سيدي اللي انا مانيش مدرب فاشل. اي اي نعم مانيش مدرب فاشل. اي سامحني توا عندي دوبل ابي. خويا خويا شاكر شو حوالك يا خويا؟ لاباس؟ شنو عاد؟ انت بركليش يا حويجه في الخليج. يا ودي ما يسالش حتى في الديفيزيون كاد. اي لا ما يسالش ما يسالش. يعيشك يعيشك ربي فضلك الله يخليك بالسلامه. صباح الخير. نهارك زين. والله صح عليك تخدم بالوقت. انا اختك نخدم 24 على 24. يا بالله تبت وما عادش فيا. واه يا اخي ماكش قاعده ترقد مليحه؟ وقتاش باش نرقد في الليل تلفزه وفي القايله كوجينا. هذا تبعكم ولا تبعنا؟ وخدمت خويا اي تفضل معايا. وي سي سالم. اي نعم اي اي كان سيرتي فيا ما يسالش. اي الله يبارك. صباح الخير امي فضيله. صباح الخير. تجيك السبة قايمة لحداش ما هو لاباس؟ لا لاباس. أما سهرت قريت شوية قرآن وسبحت كي العادة. شهر رمضان شهر العبادة راه. وانتي رقدت مليحة؟ أنا سافا. هاك قمت بكري حط الحطة كيما تقول انتي. عندك خرجة؟ باش تعدي لي فوفا تفيقة صاحبتي قالت لي باش نوريك حاجات تصلح لك للبوتيك. وهاي توا ما جيتش؟ لا لا من البارح قالت لي ممكن تبطى شويه. هاي بي اما اذا ما جيتش امشي معايا للمرشي هكاك تبديلتك ما تمشيش خساره. شبيها مسكره تليفونها. شنو 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 يحبوا يلعبوا ماش بين بعضهم؟ قول لهم الساعه يتعلموا يركحوا الكوره ومن بعد يلعبوا. مالا وين كنا احنا؟ والله حتى انا نسيت وين كنا وعلاش جيت. يا وخاي سكر علينا هاك البورتابل خلينا نبداو نخدموا على رواحنا. ما نجمش نسكر البورتابل قاعد راني في الجمعيه نتاعي. وعلاش ما تخليش عند البنايه نتاعي؟ تو كان فما حاجه اكيده تو تقول لك عليها هي من بعد كي نكملوا. باهي الله يبارك داكوردو. اما بجاه ربي يزربني على خاطر ما عادش عليا بكري. باهي عزه. ايوا ملي قلت لي ديما خاسر وتحب تعرف منين جايه تتابعه. اي ومدام جنات ماذا بيا زاده كانت تقول لي قداش مازال لي قبل ما يطردوني من الجمعيه. وكي تطلع من التابعه شو مدخلك انت؟ ماهو يا مدام جنات كي تولي خساره في جره الخساره المدرب هو يولي تابع. وانا ملي بديت الشامبيونات لليوم ما ربحت حتى ماتش. باهي باهي سامحني سامحني. عزه يا عزة تي وينك؟ حيت لي نانا. كل قيمتك من نومك تستاهل هذاك كله من السهر. خذ البورتابل نتاع الراجل خليه عندك حتى يخش. بيك يطلبوا حد. قول له لاهي ومن بعد تو نعاود نطلبوا. اي قص. صباح الخير. صباح الخير. بس
سامحني، عندك رونديفو مع طبيبة؟ ملا جاي نحوس ولا قلقت جاي نورق في المجلات البيتة؟ أنا سي جميل. باهي لحظة نشوف مع الطبيب، تفضل ارتاح. لا هكا مرتاح، ما تخافش، مانيش هارب. دكتور الباسيون صل، الله يبارك. تفضل دكتور يستنى فيك. كان حبيت يعطيني رونديفو ما يستنانيش ملا. مرحبا بيك. سي جميل مش هكا؟ إذا عندك اسم آخر غير جميل تنجم تعيط لي بيه. لا لا عندي كان سي جميل برك. هاي تفضل اقعد تفضل. قل لي حسب التليفون اللي عملتولي البارح الخدمة بعثينك مش هكا؟ زيد باش تعاود لي معلومة أنا قلتها لك. أما مش مشكل. المشكلة في الكلام نتاعنا، فيه برشا جمل زايدة لا معنى لا فايدة. إي نعم سيدي، بعثتني الخدمة وأنا فاهم اللعبة. أيوة لعبة في الخدمة قلت لي. شوف خليني فهمك المسألة من الأول قبل ما تتلخبط عليك الأمور. أنا في الخدمة هارب بيهم مهروب. الذكاء اللي عطاهولي ربي خليني نحس روحي عملاق في وسط الأقزام. ومتواضع زاد. فهمتك اش تقصد دكتور. أنا ذكي ومانيش حاشم من عبقريتي، وهذاك علاش في الخدمة ديما يكمبنولي ويحبوا كل مرة يطلعولي بطلعة باش يشكوا فيا. كيفاه؟ ساعة بالعكس عنده مزهر يكسر الحجر اللي واحد عبقرية كيفك أنت يخدم معاهم ويسهل لهم الخدمة. ما يجيكش عجب يجي نهار هوب وتاخذ لهم بقعتهم وهكاك هما يوليوا مبنكين شيخين. إذا تحكي بجدك دكتور نعلمك اللي أنت بديت تكبر في عيني. ما لا حسب تفكيرك الصائب بطبيعة الحال. إيه إيه وهو كذلك وهو كذلك. معنت جماعة الخدمة بعثينك هنا فماش ما يعملوا لك لعبة ويهمشوك. شوف دكتور نحس اللي أنا نمثل خطر كبير عليهم. لأني فايق وهما ما يحبوش الفايق. خاطري فيقهم معه ومش يحبوا. يحبوا اللي يحب يعمل كارير مسمار في حيط، كارني علاج وكريديات اجتماعية. بار كونتر انت تحب المجازفة مش هكا؟ بطبيعة الحال المجازفة هي علامة من علامات الذكاء. شو سي جميل المسألة سهلة ياسر. انت الشيء اللي عندك نعبر عليه بالعلم الحديث والمفردات الجديدة، وهذا شيء ما يخفاش عليك بطبيعة الحال، انه الالام تاعك طاغي على المحيط اللي تعيش فيه. اما حقيقة يعطيك الصحة ظهرت ملم بعلمك، ولو انه علم النفس يلزم ثورة اصلاحية عميقة. اي صحيح صحيح هوني عندك الحق. وانا الحقيقة ناوي نعمل بحوث في السياق هذا. يعيشك دكتور. خلينا في مشكلة خدمتي. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا للا تفضل. بربي عندك دافينشي كود؟ دا شنو؟ لا ما ظهر لي. تعرفي ما لقاش الكود بتاع الكانال والتي بي اس باش تلقى عنده سيسمو هذا يا دافي. يا ولدي ما سمعتش بدافينشي كود؟ عجب سعر كتاب عام فطرية في العالم. كتاب؟ صار انت جاي على كتاب؟ لا اختي هوني ما نبيعوش كتب، نكريو افلام. ايه اما كتب معناش. اي انا جاي على الفيلم، ما عملوه فيلم. ساره لا ما نعرفوش وما عندناش. شوف اختي العزيزه ان الفيلم كما بداش فيه عادل امام جون كلود فون دام يظهر لي اليوم فيلم بدون. خويا نقول لك حاجه ما تغشش. تدلل لله وقول اللي تحب. ذوقك هو اللي بدون. نعم بريعتك بدون على خشمك. يا خشمك شتا واحد مرتاحش. الو لي انا عزة. اي هاول داخل بحضنانا. ليه مش امه عرفته؟ اي
جلال عرافة. شكون نقولو؟ صحافي. كيفاش؟ شبيك تضحك؟ ما نقولوش. طيب اسمع غدوة، علاش؟ على كيفك في لامي. هاي تفضل خويا. اوكي كيما تفهمنا مدام جنات، وان شاء الله المره الجايه نرجع لك تشوف لي حل لحكايه التحكيم. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل خويا. ما طلبني حد اختي؟ ليه ما طلبك حد؟ شكرا. هاي تو بسلامه. بسلامه. في لامي. اسمع انت، نبه عليك، ما عادش يساعدني في النهار دهشينا وفي الليل سهرانه. كله منك انت نانا، تخدم فيا نهار وليل. عادش بي، هاني نخدم انا كيفك ليل ونهار، عمري شي تسوكعت كيفك انت. يا عاد انت تقبض. اها وليت تحسب لي ايا تلهى في روحك وتلمت. راه انت شنو نانا عاد؟ ليزي خدمت لك ليونيت وزيد قضيه الكوجينه. بالله العظيم تعبت انا، لو كان مش من المسلسلات راني هبلت من ميزيريا. ميزيريا تسمي عيشتك معايا انا ميزيريا يلي ما تحشمش. ليه نانا؟ انا راني نحكي بصفه عامه. انت العيشه معاك احلى من العسل. اما يا خساره الختام تاع دبوسه العسل مسكر ما يتحلش، وانا في يدي مغرفه فارغه. ايا يظهر لي انت الجوع عمل فيك، لخبط لك خيوطك وليت تتلغم تهز وتنفض مخك في العسل والماكله. برا ارقد، برا برا ارقد ارتاح، اعمل سويعه وبعد قوم طيب لنا العشاء. زيد اعمل لنا سلطه مشويه بالتون. سويعه بركه يا ربي، ومن بعد نقوم نلفحم وتغسل السلطه والقضيه من عند العطار. هي والله فكرتي في العطار، ما تاخوش من عنده التون. اخطف روحك سيدي بومنديل، خذ من غادي حكه تون، غاديك حكه التون ارخص من حكه السردينه. امان ونزيد نضربها القاع الدنيا على حكه التون. يا خلي خذها من عند العطار. لا قاتلك لا. هاي تفضل سي جميل. اوكي كيما تفهمنا موعدنا الجمعه الداخله. في الامان. في الامان سيدي. هذا رندا با تخو فاتيغي. عسلامه. هل اخت سعيد اش تعمل هوني؟ لا حتى شيء، نخدموا على رواحكم، نستنى في صاحبتي. عاد تستنى في صاحبتك في بيرويا؟ تيبو كلاني الكلات في الدار والكرتوش ولا خايط، قلت يا باش تراسي لي توا نلبس في جيلي باغ بال. تي ما يتسمني يا اخي، وليت خرجت سامحني. تي وينك فوفا؟ ها لوطا اوكي اني هابطاي اتوتوت. بون نخليكم توا بون ترافاي، ما نوسيكش عليه. قتلك اش قتلك؟ تتصور دكتوره؟ قتلي ما نوسيكش عليه. هيك هاو بسيو مالك هاو ياسير تنما فرحانه باش ترى صاحبتها، ولا تهز وتنفض في الكلام بعد رقات فشت لها، ولا نساتنا في زوز. تعرف دكتوره والله كان جا حد وقال لي باش يجي نهار مدام زينب توصيني عليك ما صدقوش. عاد مدام وصاتك عليا على الظل اللي نمي لازمك تسمع كلامها. يظهر لي فهمت لصايا بالغلط دكتور، هذيك تقصد نلغي لك رونديفوات النساء الكل. لا عاد هوني كثرت على ما وسعوك. شديتك بالكمشة. شكون؟ مسلم في خدمتك وقاعد تفرج في الأفلام. مسلم في خدمتي أنا عارفة. إيه. أنا هاك عارف. يا دي فيلم رتور هذا. جابوا كليون ورجعوا الصباح وخذا في عوضه فيلم آخر. قال شنو مضروب والتصوير منمشى. يا أخي أنا ثبت فيه بالمجد ولا راجل عدى عليا باش ياخذ فيلم آخر بلاش. مثبت اللي أنت قاعد تثبت؟ شنو مثبت يا عارفي؟ لهالدرجة شاكك فيا؟ يا خويا ها إيش بينات؟ ها؟ هاي الكراسة نتاع الكراوات اخزر لك. باهي باهي يعني سمحتك. لا عارف يسمع، مش انت سمحتني انا ما عملت شيء. عملت شيء. صباح الخير يا جماعة.
اسبوعين. قول عشية خير يا بابا. شنو توا تحت من الفرشة؟ عندي فوق من نص ساعة باقي شيء. باقي راقد. اسبوعي فيه. اسبوعي فيه ياري فيه. حطوا في القطعه صافي لي دبرت يا عرفت كيف الودي ديالك اش قاعدين نكملوا انتم لا 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 حتى شيء اسبوعي تحب تفيق ومعاش يجيك النوم جمله اش خص خلينا نمشي نخدم على روحي اسبوعي تحب تفيق عايش تبعني يا يا لا اي سيس روحك امشي باهي اقف لي هوني خويا باه تحب تفيق باه قول لي انا ايش اسمي ربي يزم تخلي تاكل يا اسبوعي قول لي ايش اسمي واش يهمك شوف على شرط كي تفيق تعطيني 500 كرايه باي سير بنت اسمك بوشيك ايه يا اسبوعي اتفقت خويا اعطيني 500 كرايه ارش عليك 500 بوني على خصمك نوريك باش تريحت لي قلبي يا نغار يا نغار هاي با ارجع ارجع بلاصه سيبو عاد ارجع بلاصه كوزي اسمع انا ماشي البلديه وطنجيت ما يعرفي باهي هيا عاد سلي عني في سلي عني في اسبوعي اسمع تحب شويه حلقوم والنوقة اي اي مال هاكو عم نظهر محلول برا مشي يشري اي وعلاش ما تقولهاش انت اللي صاحبتك جايه تشق فتره بحذانها ها تخاف منها هيا باهي اي وش تحب اخر توا اي 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 الله يبارك الله يبارك غير بركه انت ما تبطاش وتجي بعد شقال الفطر فينا ماء دلا اهلا بس اسبوعي تي هاو فايق في هالوقيت بربي قل لي كيفاش عملت مش لازم تعرف خير دلا انت تنجم تمشي تروح راه ما ظهر لي كان يجينا حد العشيه صحيح ما العباد الكل مقيله وكان انا نخدم العشيه لا يا سي اسبوعي ما ثماش خدمه العشيه خاطر اولا فما ماتش تاع كوره ثانيا مادام ما ثماش خدمه نجم انا نروح زادا لا تقعد تعس على البيرو فكرتني شو 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 تعدى بربي للاسواق وخذ لي 4 كعبات واثنين قاضي شكون امي 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 مساسه تاكل الحلوم تاع السوق الا زينب عندها ضيفه كمل خذ لنا رطل سمسه وايطرابوزه شو هذا نقول ب 10000 ما تزيش عنده الحق دكتور يظهر لي ما يزيوش علاش يا اخي هو باش يمشي يشريهم من عند الفارماتيستري ما يشوف يهبط الاسواق ويشوف حنوت مرفق سامحني دكتور اما كيما نعرف مدام زينب تحب تودي فتاة بحاجه مضخمه عاد كان نزيدو 5000 اتو نمشي معاه وناخذ حاجه باهيه تري تري بيان باهي اوكي تفضل سيدي هاي 5000 اخرى سيدي خويا الباقي نجم ناخذ بيه حلقوم ونوقه واه اما باقي كان ما رصدتلكش تزيد من جيبك حقه حقه انت هاو ننبه عليك من توا مشيشي قدام الضيفة تبدأ تتقعر وترمي في ديك على المسحنة وتبعث وكاس البوزة يتكلف لي بخمسة دينارات وتعالي لي راسي ولا يا دلندة انت ما تعرفوش راهو كيبدأ يرمي في دي على اللطقة هكا وضيفة ما تخلطش يمكن حتى على كعبة جلجلان مش صحيح انا من حطي ضيفة الطبق لما يكملوا ضيفين سامحني دكتور يا اخي قلت جلجلانة وي 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 واه يا اخي السمسه اللي باش تشريها مش بالفستق ولا باللوزه لا 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 نقصد فك الجلجلان اللي يرشوا بيها وذين القاضي هيا في هيا دادو نمشيو استنى ساعة نظم بيرو خوك هاني استنى فيك وين قلت صباح كامل ما طلش لازم باش يجيني في الوقت المناسب واش بك عاد صلي انت على الصباح الساعة
صباح صباح متاعك انت يا سسمك تقوم نص نهار، اما انا سويحه قايله حرمني منها. نستاهل خاطر انا جيت من جد بطسيري قلت تعدل شوك تمشي حاجه مش لازم من راحه. سبعون تي بهي ايجا هاني سامحتك نوسيك تجيب لي معك حاجة. هاني سامحتك خاطر سمعت فيها باتسيرية رجعتني على قضيتك. تعرفني انا نخمم هكا يا سسمك ملا هكا خالتي على خاطر انا ما كنتش ناوية باش نبعث الباتسيرية وما حشتيش بيه الكارتو متاعك. بيه يا عزوزتي سامحني غلط قولي ايش تحب وانا تنصرف. تعرف لو كان مش على خاطر مدهشرة بالنوم ونحب نرجع نرقد راني خليتك تبربس، اما صح عليك جيب لي حكة طن. باهي حاضر الفلوس بتاع الطن. عجبني اسبوعي يبدا انا نقول لك مدهشره بالنوم وانت تمهمش فيا بحكايه الفلوس باش نقلبك انا. لا ما قلتش انا ما خاطر ما فوقش فلوس ديما منتف. مالا باش كنت ناوي تمشي للباتيسيري باش تشري الجاتو بقدك بفلوس سيدي خويا ومش جاتو بعزل مش يجيب له ذين قاضي. كلمه واحده ما نطولوهاش باش تقلي ولا لا؟ باهي تنجيب لك من فلوس سيدي خويا الطن هذا. باهي امشي اقضي من سوق سيدي بومندي هاكم يبيعوا فيهم رخاص وتلقاهم في النصب الكل. حاضر وما تنساش كعبه دبله معاك. باهي شبيك وقفت؟ لا شيء استنى في دلندا خارجه معايا. نعم سيدي اجا لهوني اجا اجا لهوني هاني ننبه عليك الخروج مع دلندا لا هذاك اللي مازال عاد. لا لا ما انا ما نفهم شيء تمشي وحدك ما كانش ماك تعرفني اسبوعك نشوي لك الكبده. لا لا عايش الكبده بشويه لا ما تفكرنيش فيها رب الصباح وقلت جيت خروت هاني مشيت وحدي. اسبوعي شيكا مريتش اسبوعيه. اسبوعي 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 اش تعمل؟ نفركس على اسبوع ذا اللي فاتوا مع الغابر. هكا انا ريقي شيح خليقه وانت كمل على مرمتي. ددو يا محلى خدو. ما قلتليش اش حاجتك بيه اسبوعي اش عمل من عامله زاد المره هذه؟ كي تراه تو هو يحكي لك اش عمل. فوشيكا قل لي يا اخي تسحرت مريح البارح في الليله؟ انا اي عليه لا شيء نسالوا برا. باهي قال لك زوز بانوات واحد سبلت وتجري بشويه خمسه يتريت في الخمسه دقائق والآخر سبيت وتجري بالقوي 20 لتر في 5 دقائق. بابا تقول ايش القط؟ شنو تحب؟ شنو واه يا اخي ما سمعتش مشكل السباله. سباله شكون خليها تمشي يا ماني؟ تيبا نحكي لك على المشكل اللي لقيت فيه مشكل. هاو السؤال الثالث. ربي يفكنا من المشاكل. اي في عوض نستحفظوا على الماء قاعدين نستعملوا فيه للتمارين نتاع الحساب. انت ما حكايه زوج بانوات هذيا؟ أيه. ها البانو الاولاني باش يتملا والاخر باقي في الربع. اي وين المشكله؟ تي هاوك با سؤال قال لك قداش لازمنا نسكروا السباله ثانيه من دقيقه باش كي نرجعوا نحلوا يتعبوا زوج بانوات فرد وقت. بجوا ربي فماشي واحد يملا زوج بانوات ويقعد يحسب ها قداش يخلي السباله مسكره. والله هالبرامج نتاعكم لا فهمتهم. شنو بابا؟ تو كيف ما حسابكم انتوما كيف ما حسابنا نحنا؟ اي برا برا عايش بنتي. خلي بعد شقه الفتره ونحلوا المشكله داكور دو؟ باهي خلي بعد شقه الفتره. اما اسمع ابدا فكر فيه من توا باش بعداش طلعوا فيسا. كان استعملت الزور نتاعك هذا في الحساب راك تو تقري فيا. بابا
بابا حطيتي قتلك على المشكل وزوز بانويتا. انا قلت لها برا ساعه وري البابا وكان ما جاوبش ارجع لي. صحيت يا مدموزيل خوارزمي وتوا عايشك. خليني نرقد عندي موعد مع مورفي. مع شكون؟ سارة تعرف الزومر اما مورفي ما تعرفوش. يلا نعلمك اللي مورفي هو اله النوم والاحلام عند الاغريق. تيا ساتون بيان مادام تفهم في الاغريق جيتك على حاجه ما فهمتهاش في الفلسفه. ميسالش بابا باهي. يلا اسال هاني نسمع فيك. قال لك هل ان المطلق متناهي ام غير متناهي؟ زيها مش بها هي الفيلو ولا تكا هي زاده. ايه هي حسره بابا ما عادش اسمها فيلو ولات اسمها فلسفه. متناهي المطلق ولا حسب ما نتذكر انا المطلق حسب المنطقه هو لا متناهي بالتاكيد. فسر لماذا؟ مش ربي يقول لي يا اخي من وقتاش يقراوا الفلسفه قبل الباك؟ تي لي بابا واحد تي وحده صاحبتي لازم ترجع الدفوار الفلسفه غدوه صباح. يا اخي انا قلت لها بابا طبيب وطياره نتاع فلسفه. تو هكا تو هكا ما يزيش نحل في عينيا هكا بالقدره. وزيد اختك هبطت عليا بالحساب نتاعها وتو انت جايه تسال فيا. ولا مش ليك انت صاحبتك. ايش فيها بابا؟ كل ما ينكش وما يهمكش في قرايتنا هكي كان فهمك. شنو شنو؟ ما يهمنيش في قرايتكم. تري تري بيا بو انا طار عليا النوم طار عليا النوم. برا مشي لبيتك تو هاي جيب لي الدروس نتاعك وباش نعمل لك كونترول كيما ايامات الزغزغ. هاي فيس تبي بابا ما تغشش روحك. مش لازم تو تو قلت تمشي لبيتك وتجيب دروسك. فوجيكا سبايا يا ولدي وينك؟ دلندة من قبيلة جات تسأل عليك. باين الله عزة حرمت عليا باش نمشي معاها البتسيري خلصت لي بصعد. سبوعي تحب برجولية برجولية؟ أنت من الناس اللي غلاو علينا الخبز. يا أخي إيش تعمل نعمل بربي؟ هذاك يقدم فلوس بيتصورني أنا لبس علي ماني راني محمر عيني. بدي بلي ترفر نرضى بصدك ونسكت لترسي لي عاد كادوات وخرجات وبرفانات. سبوعي انت يزمك مشروع باهي. اشنو رايك تحل حانوت كيما حانوت البيجي وندخل معاك انا شريك كانك على الصنعه. سيي شربتها شربين تعلمت سهله. اسبوعي ما فيها شيء. سامة فوشيكا شنو هي زعما؟ او البيجي جاي تو نسال. ايش تسال يا ولدي؟ اقلب الشين حط في. يا سلام عليك اهلا بالسبوعي. اهلا فاش كنتوا تهروا؟ لا انا وفوشيكا نخمم باش نعملوا مشروع. لا عارفي حبيت نقول له انا يلزمك خدمه ثانيه ماك تعرف زادم على العرس ولازمه برشا مصروف. هو قد خدمته الاولى. لا استنى ايوه تعرفش كيفاش؟ عندي لي خدمة على قدك وتوتيك. لا فيها لا تعب ولا شقع. مشدك يا جي اش بيكم؟ هي نعم بالمشد سويحة خدمة في الليل والمربوح جارانت. بلبوش وين لقيت الخدمة ذي؟ ماني مشيت للبلدية نلقاهم عاملين اعلان. ما هو الدلال نتاع السوق مستانس هو يعمل بطبيلة في رمضان ينابع عليه ربي وماشي يعمل عمره يفركسوا في حد اخر يكمل لهم شهر رمضان. بطبيلة يا عرفي شكون هالمهبول اللي بشرطه يخدم بطبيلة؟ ايش بيه بطبيلة؟ تعرف الدليل يرقد على مليون كل شهر رمضان من بطبيلة وزيد منحة البلدية وزيد اشي يدبر من عندي جيران نهار العيد كل قدير وقدره. بشبوش وفيها كونكور زي بتاع بطبيلة. اسمع يا اسبوع كان انت شارع على هالبوست اتهنى خوك البيجي تو يمشي يقيدك ويدفع في بلاستك تنبري ب500 والليلة تبدا تختم. وحدك يا مرموز زيد معاك. أما اسمع ما تنسانيش عاد في المهبة نتاع العيد. أي استنى فما حاجة أخرى أخويا. التورني نتاعك تبداها من البلاص نتاعنا من الطاقة نتاعنا وأنت يا عبد. هاي أخويا أسبوعي مبروك الترقية الجديدة. استنى ساعة هو الطبلة من يمشي تجيبها؟ ليه مش مشكلة بعد شقة الفطر تمشي تستنى الدلال مع 8:30 قدام الدب بتاع البلدية. أتنقول له يسلفك الطبلة والعصا نتاعه ويزيد يحفظك ايش باش تقول بالضبط ويعمل لك بادج.
اضرب على اخويا سبوعي باش يولينا بطبيله محترف. وهذه كراسه تهزها معك المكتب؟ هذه كراسه تهزها معك المكتب؟ شو ها؟ ها تفرش ها تفرش. ما ثماش صفحه من صفحات الكراسه ماكش مصوره فيها قلب. والله يا بابا هكاك نبدا نصور فيهم غير ما نشعر. يمكن باش نعاون روحي على التركيز. تركيز التركيز بالقلوب في الدروس والكتب بس تشعلينا في الكراسه. ها والكتب ها ها شوف ها ها هاي ها 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 ما ثماش تصويره من تصور في الكتاب ماك زايده فيهم شناغم. اش معناتها زايده؟ التركيز بابا ماني قلت لك عاد هكا تركز بالشناغم والقلوب. تعرف كان فسرها من منطق علمي بحت ما فيها كان تفسير برك. انت مخك في شي اخرى. والله ليه يا بابا انا منخمم كيف قرايتي. زعما يا بنتي قلت لك ما تخافش تو تشوف كيفاش نقنعو ندبريلك. خس يا فوفا نشهد لك هالفكره منين جبتها؟ شبيه انا عمرها ما جات على بالي. سي سامبل على خاطر ماكش نقو ما كيفي. هاي يا فوفا. ميرسي. عسليمة مي فضيلة. عسليمة عسليمة. سافا سافا. تعرف إلى عملي ما ريت كنا تحكي بالخير على حميتك كنا زومبا. شكون زومبا؟ أمي الزومبا هذا يا جوار يلعب مع غانا. دمارك عسل شتي سليمان. تعرف كانت تعمل وان من شو أنت يا زومبا؟ كيف خو هذه هي الكادو اللي كنتي او كنت تلقى حاجه لفاطمه زيد. ميرسي. علاش قد بابا هي فاطمه ويني؟ فاطمه غاتسه تقرا على السبابل. سبابله؟ وي انت تاكل الحاره. شو ناكل؟ وبنبليه راهي وليه. ما تقوليش عملت لي حاجه بالليه نموت عليها وعالج عليها مده. تعرف سامحوني باش نهز عشية الاولاد. هيا السلام عليكم. سي سبوعي هاك القضيه هذيك اللي جبتها لي طلعت حموم. انا هي منهم المثلثه ولا المدوره ولا الجاريه؟ لولا لولا اضرب بها الكافر يسلم. بربي على شنو قاعدين تحكيو؟ شنو هالجاريه هذي؟ انا وشي ورحمه الله يزغبوا لي لحمي. دي البوزه. بوزه بوزه هذيك سميوها بوزة. ياخذوا ايت رماء ويحطوا فيها مغير فهكايا بوزة يدردروها ويبيعوها للعبات. ليه عاد انتم كيف تحبوا البوزة؟ ما قولوا لي اني بحذيكم. شو كنت حب نهزكم انا الليلة اي صاحبتي مدام صفية اي قبل الحلو هي بالقخو هاوي عندها بوزة بعشق. اما كنتو تشوف رزاطة الفصدق اللي عندها تدي العقل تعمل لكم سومرة تو تحسب لكم البوزة على 14 والفصدق على 8. بالله بالله اوه تي هوا فار هذا بعد وقت تكمل تخلص علينا التاكسي. انا كان مش مزروبين نهزكم غدوة بكرهبتي جديدة. يا مبروك مبروك. اتيان توا ما عندكمش كرهبة؟ لا لا احنا ما عندناش كرهبة عندنا كريهبة قاعدين نستحفظوا. سيدي خويا استحفظ مني كانت لي درت ليسونس ب 200 فرنك. تعرف هيك تجي تشوف مش لازمتنا الكهرباء وزيد ملي تضربت انت حتى سليمان طارت له منها النفحه. شو زوبا انا عندي فكره راهو. قلت راه انتم مش عندكم كراج؟ ايه اللي بيه كاريه في الخليل مخلي غاديكا علاش ما تحلش فيه البوتيك نتاعك وكيكا يبدا في وسط البلاد وتشوف قديش تربح تربح شو الدخل الخير والبركه. والله والله عند الحق سيدي خويا. وي 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 بربي شو سيدي خويا مو الكراج كبير حتى انا ناخذ تركينه نعمل مشروع انا وفوشيكا كيما الباجي. فوشيكا مانيش ناقصك انت يا سي الطنق وانت يا مدام الابيض لا وبدون الحاح. اسبوعي هاي ها وحشيكم وتو وقت السحور نجي نقيم. لا 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 مش لازم امي باش نقوم وحدي. تسبه سليمان عملت مسفوف بالفاكهه للسحور يكفيك؟ لا 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 يا امي عايشك ما عادش تقيمني للسحور نصبح دايخ ونعدي نهار كامل وراسي يسطر عليا. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم شو هذا؟ يا امي زلزال عزة ما بابا يخش ماما. ما تخافوش يا بنات ما تخافوش لاباس لاباس.
اسبوعي اسبوعي ولدي شكرا بيا فيني خويا شكولي تتربيع عطا نقول لك شكولي استعمل سيدي خويا شنعمل استعمل سيدي خويا شنعمل وخيك وخيك يهديك يا سليمان ما تضربوش عايش ولدي